حواري لا يزال متواصل مع ضيوف الأعزاء حول أسباب هجرة الأطباء واللي عرض ليها السيد رئيس الجمهورية أمس. هروح لدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب. بتزوري مستشفيات حكومية؟ يعني بتشوفي مدى نقص المستلزمات الطبية؟ طبعا ده أول، مش عارفه دكتوره رانيا تفتكر ولا لا، دي او رندا تفتكر ولا لا، انا اول التوصيات اللي انا قمت قلتها واتكلمت فيها المستلزمات ونقص المستلزمات. ده طب ماشي، احنا بنهاتي هيتقالك من رئيس الوزراء، ما انا عارف وعارف ان عندي ازمه فصول في المدارس، بس تعالي ساعدينا احل ازاي. يعني بص انا من كام شهر لورا كنت مقدمه طلب احاطه وتناقش في الجلسه العامه مع السيد وزير التجاره والصناعه بفكره توطين المستلزمات اليوميه لنتبنى مشروع قومي بحيث يسد لي احتياجات المستشفيات الحكومي. ما انا صنعها جوه مصر، هي انا مش اخد ده جلافز وسرنجه وكانيولا وحاجات بسيطه مش مغطيه، والا ما كانش يبقى فيه الشورتج الرهيب في المستشفيات. حاجه تغذي يعني تشين كده او لاين يغذي كل المستشفيات الحكوميه، ده لسه في مشكله طبعا. ولو كده ما كانش هيظهر السوق السوداء، يعني السلعه لما تقل تلاقي السوق السوداء ظهر. طب هل لسه المريض لما بيروح المستشفى العام يقولوا له انزل لاهل المريض هات لنا السرنجه مش لسه والسيد وزير الصحه لسه من 3-4 أسابيع نزل في مستشفى ما في القاهره الكبرى ولقى عجز شديد في المستلزمات، ودي كانت اول حاجه واول بيان نازل على صفحه مجلس الوزراء. يعني وهو سيادته لما جه عندنا اللجنه اقر تماما بعجز المستلزمات، ويعني وهو عارف الكلام. رائع انه اقر ورائع انكم ناقشتوا. ايه الحل بقى؟ ما هو المواطن قاعد بيتفرج يقول لك ما انا عارف. يعني يا ريت ادخل في الحته دي. اتفضل. احقاقا للحق، احنا بننقد احيانا، لكن خلينا اقول الصح. من ساعه ما طلعت هيئه الشراء الموحد اللي هي دلوقتي في هيئة بتشتري لكل المستشفيات، الأزمة دي قلت شوية كتير. تراجع. أنا كنت مسؤولة عن مستشفيات جامعية، فالأزمة دي قلت كتير بوجود المستشفيات الجامعية لا تزال أفضل بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات الاستيراد، لأن إحنا أغلب الحاجات اللي بتغذي مستوردة. إحنا عندنا حاجات كتيرة قوي مستوردة، وأنا اتكلمت بشكل مباشر مع هيئة الشراء الموحد، ويمكن كان من ضمن توصياتي في الحوار الوطني توصية للبنك المركزي بإعطاء أولوية من أذونات الاستيراد للمستلزمات اليومية والحرجة. أنا عندي مرضى مكسورين مفاصل محتاجين يعملوا عمليات بقالهم 4 شهور في البيت، القلب المفتوح وحاجات كتيرة جدا كانت ناقصة وعجز شديد. دي مشكلة تانية. بس أعتقد المستلزمات الطبية ليها أولوية عند البنك المركزي، يعني مستلزمات طبية زيادة مع القمح. يعني تمام، يعني هو محدد قواعد. نزود شوية. التأمين الصحي امبارح قالوا ان هم بيدوا حوالي شهر، يعني دلوقتي في الأزمة دي بتوصل لشهر ونص بس لتوفير المفاصل مثلا طيب عايز أبدأ معاكي بتسلسل الأجور دكتورة رندا. انا طبيب اتخرجت عندي 25 سنة تقريبا، وسواء بقى خلصت جيش ما خلصتش جيش انا هبدا اتقاضى كام لو رحت مستشفى حكومي؟ حوالي 3000 جنيه. 3.5 الحد الادنى. 3.5 واقعد افحط 12 ساعه في اليوم كده. وبعد قد ايه هعمل ايه؟ يعني المفروض انا رحت اقدم ماجستير قالوا لي لا اركن 3 سنين. هقعد بال 3.5 دول 3 سنين. هقعد ادور على مستوصف اشتغل فيه او قطاع خاص اي مكان عشان اخد كام كمان؟ 5-6000؟ لا ما توصلش. لا ما توصلش 3000 كمان؟ ممكن اعمل 1000-2000 بالكثير قوي لما اكون يعني بشتغل. عند سن ال 30 هكون لسه بادئ اقدم على الماجستير؟ لا يعني مثلا نقول على 28 ممكن يقدم على الماجستير. الماجستير بياخد 4 سنين والدكاتره بيرفضوا. حوالي 3 سنين بس لو عنده وقت يذاكر. بس الدكاتره دايما بيسقطوا طالب الماجستير والدكتوراه في الاختبارات الشفوية 3-4 مرات. عادة الدكتوراه أكتر، لأن الدكتوراه دي طبعا تمنح يعني لازم يعني ليها ستاندرد معين، لكن الماجستير قليل اللي بيسقط فيه، لكن الدكتوراه هو اللي بيبقى صعب. خدت الماجستير بقى عندي 32-33. هروح أشتغل بقى في مستشفى خاص؟ ممكن لو لقيت شغل في مستشفى. هيبقى دخلي في حدود. على حسب المستشفى. يعني ممكن تبقى مستشفى من الحاجات الاستثمارية، ممكن أخش مثلا في 10-15
او ممكن مثلا تبقى مستشفى اقل شويه او مستوصف مني مثلا 3 4000 جنيه في الشهر. في ال 32 المفروض انا معايا زوجه وطفل. المفروض في الفتره دي اكون بقى خطبت وجبت شبكه وفي الذهب الغالي ده. ما انا قصدي واكون اجرت شقه. اجرت شقه على الاقل. ومراتي حامل. دلوقتي احنا عندنا عندنا مش مبروك. لا ما انا بشرح. لا ما انا لازم نقول للناس ادي الطبيب ال 33 سنه. يعني كلها 7 سنوات داخل على ال 40 هيعمل ايه بقى؟ بالظبط يعني بالزبط. لا لو المفروض كمان دكتور من غير دكتوراه ما ينفعش. ما ينفعش. طيب. ولازم طول الوقت يقرا. الدكتور ده في ال 40 يبقى خدها. 40 45. تبدا الحياه تبتسم في ال 45؟ لا ما بتبتسمش قوي يعني. كمان هي ممكن تبتسم لو 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 يعني ابوه عامل له عياده عنده عياده مثلا عنده كده، لكن ممكن ما تبتسمش ويفضل طول عمره في وزاره الصحه بيعاني من ضعف المرتبات وكده. يبقى لما يهاجر ما نلوموش. لو ما بيهاجر بياخد له مثلا طالب هو متخرج، اول ما بيهاجر عندي تلميذ بيقول لي يا فندم انا باخد 5000 جنيه استرليني وبتعلم وبس، بحضر الراوندز الصبح مع الاستاذ، ودلوقتي انا بقيت بشتغل بايدي وخدت الزماله. ده تلميذي. تفتكر يا فندم ارجع؟ قلت له لا يا ابني ما ترجعش. بيتعلم وبيتقاضى اكل. الشباب بقى اللي هاجروا دول هيرجعوا تاني بقوة مضافة لقطاع الصحي المصري ولا كده؟ احنا علمنا البرة. بص حضرتك، انا عشت فترة طويلة برة، لكن دايما كان عندي شوق للبلد، وفيه شيء خيط غير مرئي بيربطك بتراب البلد ده. انا عايزة اقول لحضرتك انا مسافرت اعمل البوستوك، وانا مسافرة دخلت على جنينة من الشارع وخدت كيس فيه طين من البلد وحطيته قدامي في مكتبي، وقبل ما روح هديت بيه الاستاذ بتاعي لان ده كان اغلى حاجة عندي. قلت له انا مديلك هدية حتة شوية تراب من بلدي. طب بعيدا عن المشاعر، مين يقول الكلام ده بقى؟ انا جات لي دلوقتي يعني مداخلة بتتقلي ومن دكاترة كبار ان الكويت حصل في رفض شعبي للتصريحات اللي صدرت من مسؤولين كويت يتعلقوا ب يعني التحفظ على خريجي كلية الطب، واتقال لهم ان في اطباء كويت كبار تلقوا العلم طبعاً على يد اطباء مصريين، وان مصر من افضل خريجي الاطباء. طيب عايزين نروح للحلول دكتورة إيرين، وحلول نقدر نبعتها لمقررة لجنة الصحة قاعدة معنا، اكتبي ده بكرة ونرفعه للرئيس كتوصيات لحل المشكلة. قانون المسؤولية الطبية، العدالة في التدريب، رفع الأجور، دي أول 3 حاجات المفروض تتعمل. طريقة التعامل مع الطبيب داخل المستشفى لازم تختلف. لازم تكون من أهالي المريض، من الكل بقى، من الاداريين، من اول الاداري اللي بيقابل. وانا ما بتكلمش على طبيب بس، انا بتكلم على الفريق الصحي كله. يعني بشوف التمريض يا عيني طالع واغلبهم سيدات، يعني بيوتهم حالتها صعبه انه هم بعيد عن بيوتهم. حاجه كمان انا كنت طالبت بيها مهمه جدا يعني، وفرصه بقى من فضلكم اعملوها، هتحل ازمه رهيبه بالنسبه للطبيبات والصيدلانيات والتمريض وكل الفريق الصحي السيدات. أول حاجة بتعوق عملنا فكرة أنه أنا عندي طفل هروح بيه فين؟ مرتبي 3000 جنيه عشان أروح أوديه حضانة، وأنا بكلمك في حضانة مش نيرسري، مش حاجة محترمة، هروح أحط نص مرتبي وأنا ابني بعيد، وقت الحضانة بيخلص الساعة 2 3 بحد أقصى، وأنا بيبقى عندي شيفت مطول. قانون العمل المادة 96 ما أنا بقول لحضرتك الحل كان في قانون العمل المادة 96 بتجبر المنشأة اللي فيها أكتر من 100 سيدة يعملوا حضانة بعمل درعي. أنا وجبت السيد وزير الصحة وقدمته في مجلس النواب، أنا عايز أعرف هما ما بينفذوش قانون العمل ليه؟ أقل من 100 سيدة يجتمع المنشآت اللي حوالين بعضها ويعملوا مكان في النص. حضرتك طالبت ده النتيجة طبعاً. أنا دايماً أحب أسأل عن النتيجة. لا السيد وزير الصحة ما ردش. لا احنا عندنا كان في كلية الطب كنا عاملين كده. انتوا ناس جميل والله. لا يا ليت الحياة كلها كده. المسؤولين هم يا ريت الحياة كلها جامعة بنها. المسؤول هو اللي في ايده هذا القرار. صح كان عندنا موظفات كتير خصوصا الموظفات. صح.
الشعير والممرضات قانون وعملنا حضانة وكانوا بيحطوا فيها أولادهم وكان فيهم موظفات. ده نفسيا لي أنا وأنا رايحة ابني قريب مني هبص عليه، مش بس كده سوء التغذية الرهيب اللي بيعاني منه الأطفال، لما يبقى ابني قريب مني أخطف نفسي أروح أبص عليه وأرجع أنا مستقرة ومأمنة على أكله كويس جدا وقادرة أشتغل ببال رايق. عايز أقولك دي مش قضية تتعلق بالسيدات فقط في القطاع الصحي، ده كل السيدات العاملات يعني. ايوه ما انا بتكلم كده. وبعدين في رعايه طفل، الدوله بتبيح اجازه رعايه طفل، خلي بالك. طب ما هو احنا عاملات، لما كلنا هناخد رعايه طفل مش هتلاقي حد بيشتغل، وكلنا هنجيب اطفال في نفس الوقت ان شاء الله يا فندم. طيب.